ننتقل إلى فقرة الخط الأخضر ونخصصها للحديث عن استمرار الاحتجاجات في مدينة أم الفحم والتجمعات الفلسطينية الأخرى في مناطق الخط الأخضر ضد تفشي ظاهرة الجريمة المنظمة وتواطؤ سلطات الاحتلال مع هذه العصابات المنظمة. شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مظاهرة بمدينة أم الفحم للتنديد بقمع الشرطة الإسرائيلية لاحتجاجات سكان المدينة على انتشار العنف والجريمة في القرى والبلدات العربية. وكانت قوات خاصة تابعة للشرطة الإسرائيلية قد اعتدت الأسبوع الماضي على المتظاهرين وأوقعت جرحى، بينهم نواب عرب في الكنيسة الإسرائيلي، كما اعتقلت عددا آخر من المحتجين. وتعد قضية انتشار الجريمة والعنف من القضايا المهمة داخل بلدات الخط الأخضر، حيث يتهم السكان الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن لجم الجرائم والتحقيق فيها واعتقال المسؤولين عنها، وهو ما أدى إلى ازدياد هذه الجريمة وتحولها إلى آفة خطيرة باتت تهدد البلدات العربية حسب قادة المجتمع الفلسطيني العربي في دولة الاحتلال. ودعت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطيني الداخل إلى استمرار الاحتجاجات المنددة بانتشار الجرائم في البلدات العربية الفلسطينية، ورفضاً لتقاعس الشرطة عن احتوائها واعتقال المسؤولين عنها. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي السيد أحمد خليفة، المحامي وعضو الحراك الفحماوي الموحد من مدينة أم الفحم. السيد أحمد، أهلا وسهلا بك معنا. وسؤالي هو، يعني بعد هذه التظاهرة الحاشدة في مدينة أم الفحم يوم الجمعة الماضي، ما هي خطواتكم التالية في الحراك؟ بداية أهلا وسهلا بك وبالجميع. يعني الحراك الفحماوي الموحد هو ليس، يعني لم يقم من أجل التظاهر، فالموضوع يعني ليس موضوع أعداد حاشدة من غيرها. يعني نحن نتظاهر في أم الفحم الأسبوع الثامن على التوالي، كنا والآن نحن بصدد الأسبوع التاسع على التوالي للاحتجاج على موضوع الظاهرة هذه التي تضرب بمجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل بقوة، وهي برأينا ليست كما تقول يعني فقط تقاعس من قبل شرطة الاحتلال في القيام بواجبها، إنما هي تنفيذ لسياسات تفتيتية تفكيكية تعتمدها إسرائيل ويعتمدها الاحتلال بحق مجتمعنا الفلسطيني لسلخه عن قضايا المركزية وإلهاؤه في قضية الأمن والأمان الشخصي وعدم الالتفات للقضايا المهمة التي يعني قد تحسن من وضعنا كفلسطينيين في العموم. نعم. وبناء عليه فالحراك الفحماوي مستمر في تظاهراته وفي نشاطاته الاحتجاجية والتي ستتنوع مستقبلا ولن تقتصر فقط على الاحتجاج. نعم. إنما ستقتصر على ينضم للاحتجاج الموضوع التوعوي الداخلي ومشاريع مختلفة سنقوم فيها في داخل مدينة أم الفحم، ومحاولة أيضا طرح هذه القضية على أعلى المستويات السياسية المحلية والعالمية، وأيضا يعني التنويع في موضوع سبل طرح ومكافحة هذه الظاهرة. طيب. المثال في الأمس فقط قدمنا عريضة لبلدية أم الفحم من أجل إقالة قائد الشرطة في المدينة والذي يتعامل مع والمسؤول الأول والأخير عن تنفيذ هذه السياسات بحق. سيد أحمد، يعني بالإشارة للمظاهرات، يعني الذي رأى العشرات الآلاف من الفحماويين، لأنه أصلا الشرطة الإسرائيلية كما فهمنا منعت حضور متظاهرين من المدن والبلدات الأخرى التي فيها التجمعات الفلسطينية، فهل مثل هذا الخروج بالأعداد الكبيرة في أم الفحم يمكن اعتباره بداية تحرك أوسع ربما ضد السلطات الإسرائيلية؟ هل هو يشكل رسالة تهديد للسلطات فيما لو لم تقم بواجبها فعلا وتعطي الفلسطينيين في الدولة الحقوق الكاملة ووقف سياسات التمييز، بأنكم يمكن أن تصعدوا في يعني حراككم ضد الدولة؟ يعني برأيي هذا الحراك هو رافعة لما قد يحصل لاحقا، يعني فظاهرة العنف هذه لن تهبط إلينا من السماء، وليست هي يعني كما ادعى مدير شرطة أم الفحم يعني ليست ظاهرة محلية وليست ظاهرة ثقافية، إنما هي مسألة سياسات،
وهذه السياسات مرتبطة أيضا في التضييقات التي يعاني منها الفلسطينيين بالداخل. فنحن يعني لا يعني بدون أراضي وبدون مسكن وبدون حق حتم الطبيعي والبديهي في في الحيازة هذه الأراضي والتوسع والتخطيط السليم بما يتلائم مع احتياجاتنا عليها، ما سينتج عمليا هو جيتوهات مكتظة متناحرة داخليا، ولا يمكن أن نقبل بهذا الوضع. فإذا أردنا أن نجتث هذه الظاهرة من بين ظهرانينا، فمن الأمور التي سنناضل من أجلها مستقبلا والتي سيتم طرحها مستقبلا هي تحصيل حقوق أخرى مثل الحق في المسكن والحق في امتلاك الأراضي العامة والتوسع وممارسة حقوقنا الطبيعية كلها يعني بمنع عن الاحتلال. وهناك برأيي وبرأي الحراك ضد العنف هو نموذج ناجح قد بدأناه في أم الفحم، ولكنه من المهم أن ينطلق ويتم تعميمه في جميع القرى والمدن الفلسطينية بالداخل حتى نيل هذه الحقوق كاملة، من أجل أن نمارس حقنا الطبيعي في العيش بحياة بأمان داخل وطننا في داخل قرانا ومدننا بدون سياسات تركيعية ترهيبية التي تقوم بها إسرائيل. طيب، سواء أنتم في الحراك أو يعني اللجنة العربية، لجنة المتابعة العليا، أو حتى بلدية أم الفحم وبقية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في الدولة، يعني هل تتواصلون مع سلطات الاحتلال حول هذه المطالب؟ ويعني هل يوجد شيء من التجاوب أم أنهم يضربون مطالباتكم بعرض الحائط كما يبدو حتى اللحظة؟ يعني التجربة مع المؤسسات الإسرائيلية هذه علمتنا أن يعني لا يمكن أن تتفاوض معها بدون أن تكون لديك قوة يعني من نوع ما، والقوة التي نمتلكها نحن هي القوة الجماهيرية والقوة الضاغطة والقوة التي نجحت للأسبوع التاسع على التوالي أو الثامن على التوالي، نجحت في ردع يعني القوة التي تمارس العنف بحقنا من ممارسته، لتهبط مستويات العنف والقتل وإطلاق النار في مدينتنا تحديدا وهي الوحيدة التي تشهد حراك مكثف للآن إلى حدها الأدنى. وبناء عليه نحن لن نجلس لنفاوض الشرطة، فنحن اعتمدنا شعار أننا لن نفاوض الشرطة لأن الشرطة أصل الورطة، ولكن هناك مؤسسات تمثلنا، هناك بلدية منتخبة بأعضائها 17 من الكل الفحماوي بمعارضتها وائتلافها، هي تعرف هذا الوضع جيدا وتعرف مطالبنا جيدا، ونحن ننظر إلى علاقتنا في بلدية أم الفحم كعلاقة تكاملية، ونطلب منها ونقول لها أن تستغل حراكنا هذا وتستفيد منه في وجه السلطات الرسمية وفي وجه السلطات الإسرائيلية عموما لتحصيل أكبر الفوائد الممكنة على صعيد. وهل تستجيب لهذه المطالب وتقوم بواجبها في المتابعة مع السلطات الرسمية؟ يعني ما فهمناه لحد الآن أن السلطات الرسمية الإسرائيلية مضغوطة جدا من الحراك الذي يتبلور في أم الفحم، ومضغوطة جدا من هذا النموذج ولا تريد تعميمه، وهناك محاولات كبيرة للضغط على رئيس بلديتنا من أجل يعني إيقاف هذه الاحتجاجات في مقابل تحصيل حقوق معينة، منها مثلا تسريع موضوع ميزانيات. ما فهمنا يعني في الأمس كنا في جلسة مع رئيس البلدية، فهمنا أنه يتوجهون له في تسريع موضوع ميزانيات وميزانيات خاصة في أم الفحم من أجل ضخها للمدينة والاستفادة منها في مقابل يعني تخفيض وتيرة الاحتجاج والحراك. إضافة إلى ذلك هناك تواصل دائم مع الرئيس البلدية ومع الكثير من الأعضاء، الذي كل هذه التواصلات تهدف أيضا إلى تطمينه نحو نوايا جادة ومستقبلية من أجل العمل بشكل جدي كما تريد بلدية من فهمه كما تريد المجتمع الفحماوي، سيد أحمد، مقابل تهدئة معينة في موضوع الاحتجاج. طيب سيد أحمد، دعني أختم بهذا السؤال. يعني أنتم من يستمع للكلام في الغالب يظن أن المسألة ذات بعد مطلبي لحياة المواطنين، وهذا أمر لا شك أنه أمر أساسي ومهم حتى يعني يحصل المواطن الفلسطيني في دولة الاحتلال الإسرائيلي على حقوقه، أمر هذا واجب الدولة. الآن هل فعلا هذه الحركات حركات مطلبية فقط، أم أن لها بعدا سياسيا وطنيا؟ وخاصة أننا لاحظنا في المسيرة الأخيرة رفع أعلام فلسطينية بشكل كثيف حتى على 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 مبنى بلدية أم الفحم نفسها.
يعني نحن لا نرى تناقضا بين المطلبي والوطني، على العكس تماما. يعني مشاريع التصفية هي مشاريع تستهدف وجودنا، وموضوع عدم امتلاك أراضي هو موضوع ليس فقط مطلبي. يعني ما النزاع بيننا وبينهم إن لم يكن نزاعا على الأرض وعلى حقنا في وجودنا في أرضنا؟ فكل القضايا عندنا وكل التمييز ضدنا هو مرتبط في وجودنا وفي هويتنا الوطنية، وكل ما يمارس ضدنا ويمارس ضدنا لأننا فلسطينيين. وبذلك أنت رأيت بكثافة أعلام فلسطين بمئاتها وآلافها يوم الجمعة الفائت لوعي الناس أن كل ما يمارس ضدنا كفلسطينيين ولسلخنا عن هويتنا هذه ولسلخنا عن بعدنا الوطني ولتفتيتنا كمجتمع محلي وتفتيتنا عن هويتنا الفلسطينية، والجواب كان المزيد من التمسك بهذه الهوية والمزيد من الاحترام لها والمزيد من التكافل الاجتماعي واللحمة حول الهوية الوطنية الفلسطينية من أجل الاستمرار في يعني في عملنا كمجتمع فلسطيني واعي لحقوقه وكل مطالبه الوطنية، والتي يعني أحيانا كثيرة تتقاطع بين الوطني وبين المطلب. أن تكون فلسطينيا لا يعني أن لا يكون لك حقوق، يعني لا يوجد أي علاقة. واضح سيد أحمد، الفكرة وصلت. أشكرك شكرا جزيلا سيد أحمد خليفة المحامي وعضو الحراك الفحماوي الموحد من أم الفحم.